كنظنش واش كتساعد ان تكثر الدائره ديال الكريساج، عندنا مؤثرات سلبيه كثيره. يمكن الكريساج كيتزاد ولكن ماشي هذا هو المشكل، المشكل هو ان صعيب بنادم يخرج مع الصباح بكري سيرتو بالنسبه للدراري الصغار، هذا هو المشكل اللي كاين. اما الكريساج راه كاين اللي كيكريسي بالنهار، كاين اللي كيكريسي بالليل، هذا موضوع اخر ما عندوش علاقه بالساعه. في النظر ديالي الساعه الاضافيه شكلت واحد المشكل بالنسبه للاسر اللي تمثل في ان هذه الساعه الاضافيه ولات تجي في واحد الجو اللي هو باكر ومظلم، وتتساهم في ظاهره ديال انتشار ديال يعني السطو ولا الكريساج كما تنقولوا. وبالنسبه لهاد الاولاد الصغار يعني حتى في الساعه البيولوجيه ديالهم يعني ما بقاش واحد الانتظام في الساعه البيولوجيه، يعني خصو ينوض في واحد الوقت اللي هو مبكر بزاف، تيكون باقي ما يعني ما عندوش النوم ما مكتملش، يعني كاينه واحد الظواهر سلبيه ديال هاد الساعه الاضافيه. وحنا كمواطن انا بالنسبه لي انا ضد هاد الساعه هذه، يعني ما الانسان خصو يفيق على الخاطر ديالو باش يبقى حتى النظام البيولوجي ديالو يبقى مرتاح النهار كامل. هي من الناحيه الامنيه نعم، يعني يقدر ان هذا العامل هذا يعني يرفع في الظاهره ديال الكريساج، لان الاوقات ديال الشروق ديال الشمس والغروب ديالها يعني كيتناقضوا مع هذه الساعه الاضافيه واوقات العمل ديال التلاميذ وديال الطلبه وديال يعني الموظفين واي واحد. يعني راه ملي كينوض مع الصباح راه كتلقى دابا التلاميذ وغير ذلك يعني راه كاين باقي عاد الظلام، باقي الليل وهما خارجين يعني للدراسه ولا العمل وغير ذلك. وجهه النظر ديالي الشخصيه لا اعتقد انها يعني خصها تبقى، يعني خصهم انه يحيدوا هذه الساعه الاضافيه. نعم، لعده عوامل بيولوجيه واقتصاديه واجتماعيه وامنيه، يعني في هذا السياق هذا اللي راك تهضر لي عليه. سنين حنا تنعانيو بعدا. حنا نخليو راسنا بعدا، حنا الفئه الكبار السن ما نهضروش، حنا نهضروا على الدراري الصغار، الدراري الصغار بعدا المشكل ديال البروغرام ديال المدرسه ديالهم بعدا مشكل كبير. تينوضوا في الظلمه وتيدخلوا في الظلمه. وبالنسبه للنساء حنا ما نهضروش، حنا كفئه حنا كرجال حنا ما كاين حتى شي مشكل، حنا قادين براسنا. ولكن باش تنوض مراه ولا النساء ينوضوا في الصباح بكري وينوضوا في الظلمه ويتعرضوا للكريساج، راه كاين حالات تعرضت للكريساج، تعرضت وكاين مشاكل بزاف، كاين مشاكل تيعاني النساء تيعانيوا في صمت، والحكومه زعما عارفه هذا الشيء هذا، ولكن لا ما كاينش اللي تيستجم مع هذه الفئه هذه. وزعما حنا مضرورين بهذ الساعه هذه، مضرورين حنا بالنسبه لهم، هما جات معاهم هما مستافدين منه، ولكن حنا المواطنين حنا ما مستافدينش منه. حنا هما تيقول لك حق الطاقه ما هذه ما لقاوها غير مبرر، هي عندهم مصالحهم هما، كاين هذ الساعه هما عندهم مصالح ديالهم هما خاصهم. ولكن بالنسبه لينا حنايا كشعب كمواطن كان واحد الفئه طبقه كما تيقولوا العامله، حنا تنعانيو في صمت، وعينا نهضروا، ولكن ما كاينش اللي تيستجيب في هذا. بالنسبه لهم هما غنعاود عاوتاني، بالنسبه لهم هما الساعه عندهم ديالهم هما جات معاهم، عندهم مصالح خاصه ديالهم. ولكن بالنسبه لينا حنا مضرورين باش المراه تنوض بصح بكري وتوجد الماكله للوليدات ديالها في الظلمه، ويدخلوا في الظلمه وتمشي هي في الظلمه وتكريسه وما تلقاش ترونسبور ووقفه في الظلام. راه شكون اللي غيشوف هاد الناس هادو؟ شكون هم؟ خاص اللي يشوف هاد الناس، خاص انا تنوجه رساله للمسؤولين، واش هاد المسؤولين يكون كان تينوض هو تا هو بكري، ولا المدام ديالو تنوض بكري غتحس وغادي يحسوا، ولكن هما تينوضوش بكري، تيمشيو تال 10 الشيفور مساء تيديهم باب فهمتيني. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.